سلمية سلمية وتبقى سلمية مع الاحتفاظ والمحافظة على ممتلكات الدولة والمال الخاص والعام. مطروح سؤال الشعب لازم أن يسامحنا، عن أي مسامحة تتحدثون؟ عن هذا الخراب الواسع الذي ساهمت به طيلة 15 عاما من الفشل إلى الفشل، ولا تزال فاشلون في قيادة الدولة. المظاهرات مستمرة، المطلوب توفير الخدمات للناس، توفير الكهرباء، توفير الماء، البحث عن فرص عمل للعاطلين، للخريجين. ماذا قدمت طيلة 15 عاما؟ المسألة الأخرى، خلال هاي التظاهرات قمت بعمل مشين ضد الحريات العامة، وهو قطع الانترنت، قطع الاتصالات. تريدون فصل العراق وفصل الشعب العراقي عن العالم. ماذا قدمت طيلة 15 عاما من الفشل الفشل المريع؟ ماذا تريدون من شعبنا؟ اتركوا شعبنا، اتركوه يعيش بسلام، ارحلوا. هذه المظاهرات تناديكم بأن تبنوا العراق، العراق الجديد، العراق الخالي من الاضطهاد، العراق الخالي من الاستبداد، العراق الخالي من القمع. المظاهرات سلمية مع الاحتفاظ عدم الاعتداء على الممتلكات العامة. مزيداً من الفشل قمت به طيلة 15 عاماً. المطلوب تقديم الخدمات للناس، ماذا توعدون الناس؟ تريدون إنهاء المظاهرات؟ قدموا حلول للناس، قدموا خدمات، قدموا كهرباء، قدموا أمن، ابنوا البنى التحتية، قدموا صحة، قدموا تعليم عالي، قدموا تربية، قدموا ثقافة. ماذا قدمتوا؟ ماذا قدمتوا طيلة هذه الفترة؟ مزيد من الفشل. جريمة في هذا البلد، جريمة في هذا البلد أن المواطن العراقي لا يملك قطعة أرض. هذه كلها تدل على فشلكم. أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار، أوصلت البلاد إلى حافة التردي والصعاب، أدخلت البلد في نفق مظلم. ماذا تريدون منا؟ المواطن العراقي يريد السلام، يريد الأمان، يريد الصحة، يريد التعليم، يريد الثقافة. ماذا قدمتوا؟أقولها بصريح العبارة، جميع الأحزاب السياسية الإسلامية وغير الإسلامية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة العراقية، وفشلت فشلاً ذريعاً في متطلبات الشعب العراقي وأبسط الخدمات. اليوم الحكومة العراقية تستخدم العنف ضد المتظاهرين، تستخدم العنف ضد المحتجين. اليوم حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً وقانونياً، مكفولة للجميع. نحن كمتظاهري واسط نطالب الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية أن تلبي مطالب المتظاهرين. مطالبنا بسيطة وهي أبسط الخدمات. كذلك نرفض العنف ونرفض التعدي على مؤسسات الدولة ونرفض التعدي على المؤسسات الحكومية. شكرا جزيلا. بالنسبة للقمع المتظاهرين، يعني هي محاربة، بالنسبة للقمع المتظاهرين هي محاربة الشعب، لأن ما يريدون الشعب يطلع حتى يطالب الحقوق مالته، لأن الشعب تقريبا تفرهد من خلال في مافيات الفساد اللي جاي تحكم العراق. يعني ماكو هيك شعب، ماكو هيك مافيات تحارب شعبها، تقتل شعبها، ماكو هيك. يعني هاي دول العالم كلها ماكو هيك شيء، بس بالعراق جاي يصير. يعني الشعب جاي الظهر، جاي يطالب بحقوقه. انتوا ليش ما تأدون الحقوق مالته؟ انطوا الحقوق مالته حتى ما يظهر عليكم. انتوا لا تنطون الحقوق مالته ولا تخلوه يظهر، وجاي تحاربون الطاقات الشبابية. لا تعيينات، لا قطع أراضي تمليك للشعب، لا فد شيء. يعني كهرباء ماكو، شعب قاعد بالحواسم، شعب قاعد بقطع التصوير. إلى متى الشعب العراقي جاي يعاني؟ 15 سنة مدمرتونه، دمرتونا إلى متى؟ جاي يعتذرون بالأخير.
دمرتونا الى متى؟ اطلعوا خلاص اطلعوا، كافي اخذتوا هوايه من الشعب، بكتوا الشعب، بكتوا الدوله كلها، كافي بكتوا الشعب. يعني انتم عباره عن فئات تشتغلون لنفسكم بس، احزاب تشتغلون لنفسكم. لعنه الله عليكم، لعنه الله عليكم بالدنيا قبل الاخره، دمرت الشعب. انتم مو احزاب، انتم شياطين. كافي، الشعب تأذى من وراكم. حكومه انطت شعبها ارقام ارقام حتى يخابر ويشرح همومه، شعب خارج نطاق التغطيه يعيش. اذا شو يسوي بارقام الحكومه؟ اذا شو يسوي بارقام الحكومه؟طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل الأحرار، لكل المتظاهرين، وهذا الشعب اللي ظهر واللي مسلوب حقوقه من 2003، منذ 15 عام، ولا يقود هذا المجتمع ولا يقود هذا الشعب رجل حقيقي. هذا المجتمع وهذا الشعب وهاي الناس اللي تظاهر لا يقودهم رجل. نعم، الأحزاب اللي قادت العراق واللي دعت إنها تقود العراق هذا بالدين، باسم الدين، هي فشلت فشل ذريع، فشل كارثي، ونهايتها قريبة. نهاية هذه الأحزاب قريبة، مهما فعلت هي فاشلة وستبقى فاشلة. واللي أدعوه هو التضامن والتكافل من الجميع. هذا البلد لازم الكل يكونون مسؤولين عنه، ولازم نتسلح بسلاح العلم والمعرفة. لازم نكون بلد مصنع، لازم يكون بلد منتج. ليش احنا نبقى نستورد من هذه البلاد؟ ليش ما احنا نصنع؟ ليش ما نشجع على العلم؟ ليش نبقى يعني هذا الجهل اللي ماكلنا اكل؟ وتحية لكل العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهرات اليوم بمحافظة واسط، الطالب بحل المجالس البلدية، الحلقات الزائدة، ومجالس محافظات، وتقليص البرلمان الى 33 مقعد، لان كل شيء ما قدموه هاي الفتره الاحزاب كلها، كل شيء ما قدمت الاحزاب الشيعيه حصرا اللي احنا نعاتبهم. مرجعيات مو بمستوى الطموح، مرجع بصفك مسوي دوله نوويه وانت تطلع تلقي لي خطبه مال امام علي مده سنتين. الشعب تعبان، ما يتحمل اكثر بعد، فساد بكل مفاصل الدوله. شكرا. انتفضنا، وهذه شعلة شعب ولا تنطفئ إلا باشتعال هذه الحكومة. خلي يسمع هذول الحكومة، صارخ مستعد سنة، احنا نسولف ما حد يسمعنا، وهم خلي اليوم اش ما يحجون احنا بعد ما نسمع. لين هاي انتفاضتنا ما تطفى إلا هم يطلعون ولا يقولون ماي وكهرباء وتعيينات. هاي حتى لو كانت كلام عهود كاذبة مو صحيحة، حتى لو اليوم يطونا إياها باكر يلغوها، فخصم حكينا. وهاي التظاهرات احنا لا نريد هذه الحكومة، وهذه تظاهرات دستور موقع بها الشعب والحكومة. اسمع عتبي على الشعب يقول نحن أبناء ثورة العشرين، وينهم؟ مو تقولون احنا أبناء ثورة العشرين؟ انتفضوا يلا شيوخنا، يلا ضباطنا، كل من يساند هذه الدولة الفاسدة فهو معهم. اسمع كل من يساند هذه يعني هو وياهم، هو فاسد وما تدوم. مثل ما قال حبل الكذب قصير وما يدوم، وهذا الشعب أقوى من هؤلاء الطغاة
ولكم الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما يقول المثل، فاقد الشيء لا يعطيه. احنا بالنسبه لنا ما راح نطالب بعد باي شيء، بالنسبه لنا تعبنا وصلت حدها بعد، نريد حل جذري، حل جذري من البدايه. ماكو لا محاصصه بعد، زين انتهت هاي المحاصصه، شفناها وشفنا مساوئها وشفنا انه ماكو اي علاج من عندها. نريد حل جذري بالنسبه لنا. البرلمان يقعد بالبرلمان يشرع، وباقي مفاصل الدوله كلها تصير حالها حال كل دول العالم، من الوكيل وزير، من المدير مدير عام، زين حتى الوزراء يكونون حسب التدرج الوظيفة وحسب الكفاءة. ماكو بعد سياسي هو اللي يصير حسب يتعين مثلا حسب الانتماء السياسي او انتماء الحزبي. انتهت هاي، وصلت مرحلة ماكو بعد كل مفاصل الحياة، حتى الدوائر الخدمية صارت الا هذا المدير العام لازم يجي يكون تابع لفلان حزب، وهذا يكون تابع لفلان. ماكو، تعبنا من اداء. نريد احنا حل جذري، ما راح نطالب لا بكهرباء ولا نطالب بمي ولا، لان هذول ما راح يجيبون وراهم اي شيء. باسم الحريه والديمقراطيه، وهم ذره من الحريه والديمقراطيه ما يحملوها، والدليل على ذلك قمع المتظاهرين وضرب المتظاهرين والتنكيل بهم وترس سجون بالمتظاهرين. يا اخي مظاهرات سلميه، وهمها الوحيد توفير الحياه الكريمه لابسط حقوق الانسان العراقي. ما ظلوا لا خلونا مي لا كهرباء لا كذا. 9 مليار دينار التقاعد مال البرلمانيين، ليش؟ ايش قد يعينون بها 9 مليار؟ ايش قد يسوون بها مشاريع؟ وغيرها وغيرها وغيرها. واذا نظل على الوضع وضع الاحزاب ما يصير لنا كل حل، وقاعد نرجع لي ورا. ويوميه وزودوا مجلس البرلمان 375 وراح يزودوا يوصلوا ل 400 حسب حاجاتهم، واحنا نظل بس نباوع، وشبابنا اللي خريجين عطاله بطاله. فاحنا نريد حل، نريد تغيير العمليه السياسيه جذريا والغاء مجالس المحافظات ومجالس البلديه وتقليل عدد البرلمانيين اللي موجودين. خرج اليوم متظاهرو محافظة واسط بأعداد غفيرة للمطالبة بحقوقهم، بحقوق هذه المحافظة الغنية، الغنية بالنفط والغنية بمواردها. اليوم المطالب بدأت إن شاء الله تزايد، سقف المطالب بالنسبة للمتظاهرين بدأ سقف المطالب يزايد. كان المطالب أنه التحصيل كهرباء والخدمات وفرص العمل، اليوم سقف المطالب ازداد، لأنه الشباب شباب محافظة واسط شباب متجدد، وبالمناسبة محافظة واسط تعاني البطالة من بعد بغداد، يعني بالمرتبة الثانية على مستوى العراق. اليوم السياسيين حسب ما أطلقوه خلال الأيام الماضية أنهم قصروا في حق الشعب العراقي طيلة 15 عاماً، وهذا التقصير كان واضح. ولكن أسأل، لماذا اليوم اعترفوا السياسيين بهذا الفشل بعد مرور 15 عاماً وتحت ضغط التظاهرات؟ قالوا أننا عجزنا عن تلبية مطالب الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي تجاوز هاي المرحلة، ولن يسامحكم على هذا الخطأ الذي ارتكبتموه. مليارات من الدولارات أهدرت، وطاقات شبابية شردت، وخدمات تحت مستوى الصفر. اليوم المطالب بدأت تزايد حسب ظرف المحافظة، محافظة غنية. اليوم منفذ مهران الحدودي وارداتها 500 مليون، بإمكانها أن تشغل جميع الشباب في محافظة واسط، ولا عذر لهذه الحكومة من تنفيذ مطالب المتظاهرين. وإذا بقى هذا الضغط سيرتفع نحو التغيير، فيجب على الحكومة أن تكون جادة في تلبية مطالب المتظاهرين والنهوض بواقعها السيء، ذلك الواقع الذي لم يجلب لها
سواء السمعة السيئة وفشل من فشل، والفشل الذي كان في الانتخابات خير دليل على فشل هذه الحكومة. مليون حزب تعبنا، ماكو فرص عمل، ولدنا يخلصون كليات وقاعدين على طالب الطالب يبيعون علاليق. ليش 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 شعبنا وينه؟ خيراتنا وينها؟ وين احنا؟ مو كافي؟ كافي نهبتوا وبكتوا، كافي كل واحد عنده ألف جنسية برا أرصده بالمصارف كومة، والشعب حال ضيم حاله. اكو مريه هسه تقول بيتي وقع علي والشمس كتلتني، والله حرام عليكم، حرام عليكم، كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما عندما يكون هنالك ضغط او قله بالحقوق الواجب توفرها لاي مواطن، لابد للمواطن ان يخرج. طبعا دائما مظاهراتنا هي كلها سلميه، ليس هنالك فيها من يحمل السلاح او العنف، فقط الكلمة والصوت الذي يريد أن نوصله للآخر للمطالبة بالحقوق. فمسألة قمع المتظاهرين ظاهرة غير حضارية من قبل الحكومة والشعب، من قبل الحكومة والأجهزة المتنفذة فيها. لذلك نرى أن هذه مظاهراتنا هي سلمية وسلمية وسلمية، تطالب بالحقوق، وليس لنا أي مطلب غير حقوقنا. أما عملية قمع المتظاهرين فهي حالة غير حضارية وتدل على العجز وعدم مواجهة الآخر، وفي نفس الوقت تكون هنالك إشكالية ما بين السلطة والجماهير. الجماهير تطالب بحقوقها والسلطة ليس لها أذان صاغية. وشكرا. ما قدمته الحكومة منذ 15 سنة هي قرارات وهمية ضد مطالب الشعب، مجرد سرقة، مجرد محاصصة حزبية، ولهذا امتدت غضب الجماهير من الجنوب إلى الشمال. مطالبنا أولا إلغاء المناصب، إلغاء العفو، الامتيازات، و تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة، وإيجاد عمل للشباب، بالإضافة إلى تثبيت العقود الأجور اليومية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التي طالب بها الشباب والجمهور لحد الآن لم تنفذ. إنها وعود كاذبة من السلطة الحاكمة التي جاءت بقطار أمريكي. إحنا متعجبين من رئيس الجمهورية لما التقى ويا الكتل السياسية، طلع بنتيجة الشعب يغلي والدنيا تغلي، طلع بنظام للتقاعد الظاهر للبرلمانيين. فهاي الأحزاب الحكومة الظاهر ما لها شغلة ولا مهتمة للشعب ولا أبد ولا، فإحنا ذولا ما يمثلوننا أصلاً. هم بالانتخابات حصلوا 16%، 16% من أحزابهم، فلا حد يركب الموجة ويقول هاي تابعت لي، إحنا جربناهم كلهم، ذولا فاسدين فاسقين. فيقولون يسمون العالم بالمندسين، المندسين لا، احنا دولة قانون، هاي علم المؤسسات، مؤسساتنا وتابعاتنا، فلا حد يقول دولة مندسين، لا، انتم المندسين، انتم اللي طبيتوا على الدبابات ومندسين، احنا مو مندسين، احنا نحافظ، تدزون احسابكم تضرب وهاي وتحرق، فاحنا بالكوت الحمد لله وشكر، لا صار حرق، لا صار هاي، فانتم فاسدين، فاسقين. اريد نشوف الميزانية ب 46، الحد 70، اريد نشوف يا العبادي وين هاي الاموال؟
يعني انحصرت تطلق 10,000 ب 10,000 لا، يعني لما انحصرت وين كنت هاي صار لكم 15 سنه؟ وين انتم تكالبتوا هاي صار لكم 15؟ فانتم لا تركبون الموجه، اكو ناس تريد تركب الموجه، فانتم فاسقين فاسدين. أولاً المظاهرات حق مكفول بالدستور بمادة 38 والدستور كفلوا وصوتوا عليه، بما أنه الدستور يستعملونه إلهم لازم هم يعطون مصلحة الشعب المكفولة بالدستور. الحكومة كانت غافية، الشعب فززها، من فززها قامت تطي، يعني البصرة انطوهم شيردون، الناصرية انطوهم شيردون، النجف انطوهم، بس ببرا من ببرا ما صارت تضحيات ودماء. انت ليش الحكومه من البدايه ما تدرس الشعب؟ كانوا يقولون احنا مظلومين واجينا نصرة الشعب العراقي، منهم من وصى قال اوصيكم بفلان لانها امل المظلومين بالعراق، اوصيكم بفلان جهه لانها امل المضطهدين بالعراق. من اجى سلط على الحكومه وصار هو بالحكومه نسى ذن كلهن وصار هو الطاغيه وهو الظالم. زين المظاهرات العالم الغربي والعالم المتحضر يتظاهر على شيء، يعني هنيانا لو نوصل الى 1% يتظاهرون وياخذون حقوقهم. العراقيين محرومين من كل شيء، يعني انت العراقيين بالصيف تخربط نومهم، يعني هسه كل هاي الموجودين انا متاكد نومهم تخربط بسبب الكهرباء والماء وقله الخدمات. فليش الحكومه غاضه النظر اولا؟ ثانيا ليش اكو جهات المفروض الشعب العراقي باوع لها بثقه؟ ليش غاضه النظر؟ هاي صار 11 يوم غاضه النظر وما متدخله بالمظاهرات. فالناشد يعني الناشد من خلال قناتكم هاي الموقره انه هذا السلاح اليوم هيك، يعني سلاحنا صوت، باكر يصير سلاحنا غير شكل، يعني وبسهوله ومن حقنا ان نتصرف. محضرين الماي ومحضرين الشغب ومحضرينها كلها، بس ما محضرين اسعافات اذا صار واحد من المتظاهرين، ومحضرين بس الشيء اللي يفيدهم. حبيبي صار 15 سنه غافين عن الشعب العراقي وملتهين بمنافعهم الشخصيه. يطلع البارحة واحد منهم يقول أنا أعتذر لأنه غلطت ويا الشعب العراقي. اللي يعتذر يعني اللي يعتذر يقدم، اللي يعتذر يتنازل عن مكانه، مو يعتذر على مود يكسب ويستعطف الناس. فإحنا الناشد يعني الناشد كل الخيرين كل الغيارة، الأمم المتحدة دعمت المظاهرات، بما أنه تقول أنا ملزم بالأمم المتحدة عليك أن تطبق الأمم المتحدة، بما أنه أنت ملزم بدولة محتلة وزارة الخارجية مالتها قالت يعني ندعم المظاهرات ويجب الاستجابة لطلبات المتظاهرين. وصار لهم 11 يوم غافين، يعني إلا بالقوة، إلا بالقوة تفزز يلا يحس. اليوم في جميع أنحاء العراق وفي واسط بالأخص يطالبون بحقوقهم أمام الحكومة، فلابد أن نعرف بأن ماذا قدمت لنا الحكومة اليوم فوق هذه المظاهرات والدماء السالية وما بذلته الأرواح وما طلبوا به. الحكومة اليوم أصبحت عبارة عن حكومة مافيات يتاجرون بأرواح البشر وبأنفسهم وبأموالهم، وهم الآن إذا أحدث أي شيء في العراق أو أي شيء خل بمصلحتهم أو بمنصبهم يقومون بالهروب إلى خارج العراق ويتركون الأموال. الحكومة ما قدمت أي شيء، لا قدمت لنا مصالحنا ولا قدمت صحيات ولا قدمت أمور تخص الحياة ولا قدمت فوائد للشعب ولا للناس، يعني الكل جاي الطالب صار له 15 سنة الطالب وأصواتنا جاي تعلو. وطبعا هذه المظاهرات وهذه العمليات الشغب اللي تحدث في العراق هي كلها عبارة عن سمعة للعراق بأنه أمام باقي الدول العالم. كان العراق قبل 2000 كان له هيبة وصيت، وكان إذا مر مواطن عراقي أمام أي دولة له هيبته ومكانته، أما الآن فأصبح العراق ينداس
ينداس بالأرجل، وأصبح الآن الحكومة هي المتسلطة وتتاجر بنا، فماذا تفعلون لنا الآن؟